معنا عبر الهاتف مشاهدينا من الموصل مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام أهلا بك معنا. إذن تطورات المعارك في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. نعم رونق، اليوم أيضا وخاصة ما يخص حي الزنجلي، هذا الحي تقريبا استكملته القوات الرد السريع، القوات العراقية طلبت من استكمال السيطرة على هذا الحي استراتيجي لأنه يقع بمحاذاة الموصل القديمة. العمليات مستمرة وتسير بشكل جيد كما علمنا من الضباط. كنا قريبين من خط الصد ومن أرض المعركة. بالفعل هناك انهيار كبير بعناصر داعش، مقاتلي داعش يحاولون كعادتهم، ولكن ازدادت وتيرة اختطافهم للمدنيين وتحويلهم دروع بشرية. كان هناك يوم أمس تحديدا كان هناك عمليات خاصة من قبل قوات الرد السريع في تحرير المدنيين، عمليات خاصة قامت بها قوة خاصة من فرقة الرد السريع لتحرير ما يقارب 150 مدني كان يتخذهم عناصر داعش، واستمر هذا الموضوع خلال هذا النهار. أيضا كان هناك عدة عمليات من هذا النوع، مؤشرات كثيرة صراحة رونات تشير إلى فعلا تخبط كبير في مقاتلي داعش في الأحياء التي لا زال يسيطر عليها، التي هي حيين الموصل القديمة والزنجلي والقوات العراقية، إضافة إلى قوات الرد السريع. هناك قوات مكافحة الإرهاب أصبحت جاهزة و بانتظار ساعة صفر لاقتحام الموصل القديمة، لأن قوات مكافحة الإرهاب هي سيكون لها تصويت كبير وجزء كبير من عملية تحرير الموصل القديمة ستكون من نصيب قوات مكافحة الإرهاب التي استكملت استعداداتها لهذه المرحلة أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة مراسلنا وسام يوسف من الموصل، وطبعا دائما سنكون معك لمعرفة كل التطورات من هناك.